بص، هو انا كان نفسي ان فاجنر يكمل الموسم بصراحه، يكمل بطوله افريقيا والماتشات اللي باقيه، بس بعد اللي انا شفته النهارده في مباراه الترسانه والمباراه اللي فاتت بتاع طنطا، لا يا عم فايلر لمشاركتك الموضوع بالنسبه لك خلص. الموضوع بقى صعب جدا ان انا اتفرج على الاهلي بالاداء السيء وعدم وجود افكار فنيه، حتى وانت بتلعب قدام منافس مفترض ان هو بينافس على البطوله الدرجه الثالثه. لا، احنا كده وصلنا لمرحله تحت الحديد، فاحنا كده محتاجين نغير بسرعه قوي ونجيب موسيماني او نجيب اي حد علشان نستغل فتره اللعيبه وهي سخنانه كده، علشان تقنع المدرب الجديد بمستواها وتقنع المدرب الجديد بان هي موجوده وينفع تلعب في التشكيله الاساسيه. في البدايه انا اخوك اسلام حنفي، مش هخسر اي حاجه لو عملت لي لايك او عملت سبسكرايب، الموضوع مش عيب او حرام. كنا منتظرين النهارده احنا هنتفرج على مباراه الاهلي والترسانه ان الاهلي يعمل سكور على الترسانه علشان خاطر ليله وداع مدرب زي ريني فايلر، مفترض ان هي تكون مميزه. يا عم جاب المدرب بتاعك وبيمشي، مش هتجاب له وبيمشي، هتجاب له امتى؟ بتلعب قدام فرقه بتنافس على بطوله الدرجه الثالثه، الموضوع كان بالنسبه لك سهل جدا انك تعمل سكور. احنا بادئين بنلعب براحتنا 4-4-2 بتاعتنا، بنلعب بمحمد مجدي قفشه وحسين الشحات الاثنين بيبدلوا مع بعض، واحد بيروح على الطرف واحد بيخش للعمق شويه، والاغلب كان مجدي قفشه بيخش للعمق علشان خاطر نكمل برده ال 4-4-2 ما يبقاش لينا شكل فيها، علشان خاطر احنا موجودين، علشان خاطر نلعب 4-2-3-1 ونلعب في نص الملعب بثلاثي، ما نلعبش باثنين والكلام ده. صانع الالعاب لازم يكون بيلعب الادوار الدفاعيه مع الاثنين في نص الملعب مهما كانوا الاثنين في نص الملعب هم مين. هتقول لي ما هم الفرقه بتاعتنا كويسه وبنحاول ان احنا نغير طرق اللعب، اقول لك هو لعيب مصر اتعود على حاجه واحده، لو قعدت تغيرها له هتلاقيه يلجلج معاك. احنا كنا متعودين على 3-5-2، لما دخلنا على 4-4-2 ودخلنا على مشتقات 4-3-3 اللعيبه تاهوا مننا، والمشكله ان احنا لما بيتوهوا بيحتاجوا فتره. فلا، احنا دلوقتي نرجع نلم ونرجع ل 4-2-3-1 مع المدرب الجديد ايا كان موسيماني او اي حد برضه. الفكره كلها ان احنا محتاجين نستفاد بالزخم اللي بيبقى عند اللعيبه، علشان خاطر زي ما قلنا عايزين يثبتوا نفسهم مدرب، واللعيبه كلها عايزه تثبت المدرب ان انا موجوده وان انا لسه متاحه، وفايلر ده كان ظالمني وفايلر ده كان عامل وكان مسوي. الفتره دي بتكون موجوده في اول شهر او شهرين، والحمد لله ان الاول شهر او شهرين دول جم وانت داخل على ماتشات مهمه زي ماتش الوداد. نستغل بقى الحته دي، نستغل حته ان في مدرب جديد واللعيبه تكون خايفه منه شويه مقلقه منه شويه، فيحاولوا ان هم يطلعوا كل اللي يقدروا عليه. تقدر تقول ان الفرقه وصلت مع فايلر للحديد البدني، لان الفرقه مع فايلر تم استهلاكها بطريقه غريبه جدا، فوصلوا لمرحله ان هم ما بقوش قادرين يقفوا على رجليهم. يعني النهارده جايب جولين في الترسانه، هو يعني اليو باتشي كان بيخبط في الجون الاول والكره خبطت في رجله وراحت لجونيور اجيرو وجابها جون، وقلنا عادي تمام يعني اعتبره عمل اسيست يا عم الحاج. وبعد كده الجون الثاني بتلعب عرضيه جونيور اجيرو بيلعبها وبتخش خلاص بقى، فتحنا الجيم بقى او ربع ساعه. يلا بقى يا جماعه كل اللي ما عندوش ثقه يرجعها، محمود وحيد ما عندوش ثقه ما بيلعبش بقاله فتره يرجع. احنا بنلعب قدام فرقه غالبا واقعه، فهمش بس غير محمد حسين عضل اللي احنا عارفين اسمه علشان خاطر كان بيلعب في الاهلي، وعمر طارق سعيد علشان خاطر شافوا اسماء بينه وبين كابتن طارق سعيد. فلما تقعد بقى تفكر ان فرقه الترسانه دي فرقه كويسه وممتازه، افتكر دايما مكانهم في الجدول تحت، وافتكر دايما ان هم بينافسوا على بطوله الدرجه الثالثه. يبقى انت عندك مشكله، صح؟ لو قعدت تنكر ان الاهلي عنده مشكله فانت بتضحك على نفسك. ياسر ابراهيم مثلا محافظ على مستواه، الراجل بصراحه لعب جنب حمدي، لعب جنب رامي، لعب جنب اي حد، الراجل بسم الله ما شاء الله اي فرقه يلعب عليه، حتى لو بيلعب في الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه او اي حاجه هتلاقيه بينجم عليه، بيعدي من واحد على واحد، بياخد منه كور هوائيه زي الهدف اللي احرزوه لعيبه الترسانه. ومعلش انا مش عارف الاسئله بتاع لعيبه الترسانه، هو احرز الهدف ابراهيم منصور لاعب خط النص، وبالمناسبه هم عملوا ماتش كويس قوي، لازم تحترمهم حتى لو اللعيبه دي ممكن تروح لدرجه ثالثه، بس الامانه يعني عملوا اللي يقدروا عليهم. وكابتن شاكر عبد الفتاح بين الامكانيات المتاحه بال 4-2-3-1 اللي كان بيلعب 4-1-4-1 علشان خاطر يحرج الاهلي على الاطراف، ومش عارف الشغلانه كانت بقت شغاله قوي معانا دي، عايز تحرجنا تلعب 4-4-1-4-1. والفكره بتاعت كوبر اللي جابها الشوط الثاني مستر نيفايلر اللي هي نحط فتح شمال، حطينا فتح شمال ونزلنا محمد هاني يمين. طب تمام يا مستر، عملنا حاجه ماسكين كورة بس عمالين نخلق فرص وبنضيع، وعمالين نلعب في نص الملعب مش عارفين نستغل حتى ان احنا بنلعب قدام ناس ضعيفة، عايزين نرجع ثقة لنفسنا علشان خاطر مش قادرين نكمل بدنيا. فاللي حصل النهارده عك، واللي حصل النهارده منظر مقرف زيه زي ماتش طنطا اللي فات، زي ماتشات كتيره جدا الاهلي كان بيلعبها الفتره الاخيره من بعد التوقف. فالحمد لله فعلا ان الراجل خلص معانا، ونقول له مشكورا وشكرا جزيلا على الفتره اللي قضيتها معانا، بس غير كده كان هيبقى الوضع محرج تماما، لان احنا وصلنا لمرحله فقر فني، وصلنا لمرحله فقر بدني، وصلنا لكل المراحل دي. فنتمنى صفحه رينيه فايلر تنتهي ونبدا بسرعه فتره موسيماني او فتره اي مدرب جه، علشان خاطر نلحق نلم اوراقنا بدري بدري. مباراه النهارده كانت ممكن تخلص بسكور وترجع الثقه تاني، بس كالعاده يعني فريق منهار بدنيا على لعيبه مزاجيه ما بيجيلهاش مزاج ان هي تلعب، طبيعي ان هو انت تلاقي ان الترسانه احرجتك وانك ممكن تتعادل معاك، وناس كتير قوي تتكلم عن مصطفى شبير وسبب احراز الهدف، وتنسى كابتن ياسر ابراهيم اللي برضه الموضوع بيفضل يكرر معاه ان هو في اي كوره عاليه تلاقي ان المهاجم بياخدها منه عادي ودايما بيلبسها اللي ورايا، العيب مش في ياسر خالص، العيب في الناس.
بس فكره حمدي فتحي كان مساك برده كانت فكره خبيه قوي. هو قعد يقول فايلر بيحبني فايلر بيحبني لحد ما كان هيلبسه الحيط. مش اقصد حاجه يعني لو عملت لايك. انا عارف ان انا الفيديو بتاعي ما بقولكش فيه ان الاهلي ممتاز وان الاهلي الدنيا جايه عليه والماتشات كتيره، لان احنا عارفين وبنتكلم في الموضوع ده من زمان. فمش هنقعد بقى نشتغل بعض وهنقعد نقول اصل احنا بدنيا مرهقين، اصل احنا مفترض ان احنا حتى واحنا مرهقين بدنيا نكسب فرقه زي الترسانه 5-6. بس عادي بنشوف حاجات كتير قوي في الزمن الغريب ده.